وبننتقل إلى رياضة الفنون القتالية المختلطة أو اللي يسمونها MMA بالتحديد مع اتحاد بريف البحريني المختص في هاللعبة واللي بيستعد لاستضافة المجموعة الثانية من الفنون القتالية المختلطة هالأسبوع وبيشارك فيه عدد كبير من الرياضيين المحترفين من حول العالم. تفاصيل أكثر يمكن يعرفنا عليها شهاب علي صالح المتحدث باسم اتحاد بريف للفنون القتالية المختلطة. مساك الله بالخير شهاب. مساء النور شيخ، شلونك؟ مبارك، نورتنا اليوم في استديو البحرين اليوم. الله يسلمك. يمكن اتحاد بريف البحرين للفنون القتالية المختلطة يعتبر يمكن اليوم اتحاد جديد وفي دعم من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. كلمنا شلون عن بداية الاتحاد وشنو أهم محطاته اليوم؟ هي بدايتنا الشيخة ابتدت قبل سنة ونص في منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة. المنظمة ابتدت برؤية سمو الشيخ خالد وكانت أنها هي تبي تطور من رياضة فنون القتال المختلطة وتطور في الشباب البحريني أولا والشباب في العالم كله في ناحية الرياضة نفسها. فابتدينا يعني في مجرد مدة بسيطة بعض أشهر واللاعب البحرينيين راحوا إلى البطولة الأوروبية وحصلنا على ميدالية برونزية. في بطولة العالم حصلنا على الميدالية الفضية. ما شاء الله. ففي وقت بسيط طورنا من اللاعبين البحرينيين وشفنا اللاعبين في كل العالم يعني قاعدين يتطورون يروحون من الهواء إلى الاحتراف، بعضهم صاروا أبطال. ما شاء الله. منظمة بريف كانت هي البطولة المحترفة العالمية، هي من البطولة اللي يعني تحصل مشاركة من أكثر دول في العالم. مثلاً البطولات المنافسة مجرد يكون محلية أو في أمريكا أو في تشمل لاعبين محليين. بطولة بريف في نسختها الثانية في ديسمبر 2 بتشمل 16 دولة بتشارك في هذه البطولة. طبعاً أنت سبقتني أنا كنت بسألك عن بطولة بريف 2، أنتوا قاعدين الحين تستعدون لها. صح. إن شاء الله. نعم. يمكن هذه ثاني مرة تنظمونها. نعم. فشنو شنو شنو راح يكون موجود في هالبطولة وهل في أحداث ثانية قاعدين ترتبون لها كاتحاد ولا للحين؟ بريف الثانية اللي بتشمل أول بريف، أول نسخة كانت قبل في سبتمبر 23 وهي كانت يعني كنا نبي نراوي العالم نموذج جديد بحيث ان نحاول من ناحيه جوده البطوله من ناحيه المشاركه العالميه اللي كانت فيها. حلو. بس في بريف ثانيه النسخه الثانيه اللي بتصير ديسمبر 2 عدد المشاركين بالدول المشاركه بتزيد والمنافسه بتزيد ايضا. فالحين جلبنا لاعبين ما عندهم اي خساره عنده في تاريخهم كلاعبين. عندنا لاعبين من روسيا، من المانيا، من الهند، يعني من جميع دول العالم. فعندنا مشاريع ثانيه كمنظمه KHK او منظمه خالد بن حمد. عندنا مشاريع مثل تنميه الشباب البحريني وتنميه اللاعبين والفريق الوطني ايضا. يعني نشتغل مع الاتحاد البحريني ونحاول تنميه اللاعبين. تونا احنا اعلنا بطوله العالم لفنون القتال المختلطه بتصير في البحرين. حلو. السنه الجايه في شهر 11 ان شاء الله. يمكن ذكرت ان انت وهالمره رفعتوا السقف او الجوده. صح. للتحدي في بريف 2، فيا ريت شوي تدخل في تفاصيل يعني من اي ناحيه ارتفع السقف او التحدي بالنسبه حق المشاركين في هالبطوله. اللاعبين يعني اللاعبين اللي شاركوا اخر مره كانوا لاعبين حيث أنا مبتدئين. مبتدئين يعني عندهم 10 منازلات، بعضهم ما كان عندهم أي خسارة، معظمهم كانوا فوز. بس هالمرة يعني عندنا لاعبين من منظمات ثانية، يعني رحنا إلى جميع المنظمات المحلية مثلا في الهند. حلو. وأخذنا الأفضل من عندهم. عندنا لاعبين من الشرق الأوسط، جراح السلاوي المشهور، حمزة كوجي من البحرين. حلو. سقف المنافسة صار أصعب. وهالمرة أيضا بنقدم حزام بطولة. كنا أول حزام بطولة في البطولة، آخر مرة ما كان فيه، فالمنافسة زادت.
حلو. يمكن هذه كلها أشياء تحفيزية حق المشتركين يعني، وتخليهم يبون يشتركون. صح. فكم عدد الدول اللي مشاركة، أو كم عدد المقاتلين لحد الحين اللي سجلوا حق بريف 2، وتقريبا شنو الدول اللي يمثلونها لو تتذكر بعض الدول اللي مشاركة فيها؟ إن شاء الله إحنا عندنا 20 لاعب، يكون 10 منازلات. أول خمس تعتبر المنازلات الابتدائية من الساعة 6 إلى 8، ومن 8 إلى 9 المنازلات الأساسية. فمن تقريبا 20 لاعب ومن 16 دولة. بعض الدول في أوروبا مثل بريطانيا، ألمانيا، والدول الآسيوية، الفلبين، البحرين، الهند، والأرجنتين، عندك البرازيل، وأمريكا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هاي بعض الدول، بس هي 16 دولة بتشارك. يمكن اليوم الشباب صاروا يعني يعرفون الـMMA، يمكن يعني يعرفوا يسمعون عنه. في بعض الناس للحين ما تعرف شنو نظام المسابقة ولا شنو نظام المنافسة، فياريت شوي نتكلم عن هالنزالات، شلون ممكن ان هي تتم، شلون يتم تنظيمها، شلون تتم الطريقة انه يعني هذه الشخص يتأهل وهذه الشخص ما يتأهل. صح. فشلون يتم النزاع، شلون يتم حل النزاعات بين اللاعبين او المشتركين؟ صحيح. في فنون القتال المختلطة تدمج عدة لعبات لفنون القتال. مثلا اللعبات الأساسية هي المصارعة اليونانية والمصارعة الحرة، الملاكمة، التاي بوكسينج، والجوجيتسو اللعبة الأرضية. ولكن ما لها أي حدود كفنون القتال، يعني عندنا لاعبين يجون من خلفية كاراتيه أو خلفية فنون القتال الآسيوية التقليدية. فلعبة ما لها أي حدود، اللاعب يقدر، قوانينها محدودة لمنع الإصابات الخطرة. مثلاً لو شخص حصلت ضربة في الرأس يوقف الحكم، لو كانت شديدة يوقف الحكم عشان يمنع. مثلاً في الملاكمة يتم الارتجاجات في نفس المباراة، يصيد اللاعب عدة ارتجاجات ويصيد إصابات دائمة. بس في فنون القتال المختلطة يوقفونها أول ما تصيد ضربة في الرأس خطرة يوقفونها. فبعض القوانين اللي تمنع الإصابات الدائمة أو الإصابات الخطرة جدا، بس ما عدا ذلك يعني ما في أي قوانين. اللاعب يقدر يلعب فوق أو يقدر ينزل اللاعب الثاني في التحت ويلعب معاه. ففي القتال لعبة حرة بهالمجال، ما عدا في القتال المختلطة مثل في العادة المسابقة تكون بالنقاط. أي. وفيها منع ضرب الرأس أو منع الضرب تحت الحزام. بس هاي شيء ما بتشوفونه يعني في القتال. ما موجود في الـMMA. إيه بالضبط. فهي أقرب فنون القتال للحقيقة، ولا هي لو دفع عن نفس الشارع ولا الأشياء تتعدل الشخص لهالأمور. يمكن ذكرت أن من الشباب المشاركين أو الشاب البحريني المشارك حمزة الكوهجي اللي راح يكون. صح. ضد متسابق من الفلبين. نعم. جيرمي اسمه. صح؟ صح. شنو يمثل لكم، أو يعني شو رأيك في مشاركة الشاب البحريني اليوم في هالفنون القتالية ومتواجدة؟ حمزة الكوهجي هو حافز لكل لاعب بحريني، لأنه هو اللاعب البحريني المحترف الوحيد حاليا في البحرين. ابتدى يعني مدة بسيطة، وفي مدة بسيطة صار من أشهر اللاعبين في الشرق الأوسط. صحيح. واللاعب اللي بيكون ضده جيرمي يعني مو لاعب سهل. احنا معنا منظمة بحرينية، بس ما بنعطي أي، في النهاية المنافسة لازم تكون عادلة. فحمزة بينافس شخص صعب هالمرة، بيكون منافسة شديدة. آخر مرة الفلبين، المجتمع الفلبيني الساكن في البحرين كان لهم حضور كبير، ويعني صراخهم وتشجيعهم ما كنا نقدر نسمع بعضنا. فإن شاء الله هالمرة البحرينيين يجون ويشجعون حمزة الكوهجي، لأنه يعني في خاطر أن الفلبيني يكون صوتهم أعلى من البحرينيين. فإن شاء الله يجون ويساندون حمزة الكوهجي. ان شاء الله نتمنى يعني اكيد حق حمزه كل التوفيق، وان شاء الله نشوف الشباب البحرينيين اكيد يشاركون اكثر في هذه الاحداث او هذه الفنون. السيد شهاب علي صالح المتحدث باسم اتحاد بريف للفنون القتاليه المختلطه، كل التوفيق لكم وكل الشكر اليوم. شكرا. على تواجدك معنا. شكرا لكم على الاستضافه. مشكور الشيخ، ما قصرت. شكرا لك.